طب ممكن يا دكتور ابراهيم، معلش، اصل دي زي ما بيتقال كده سكسس ستوري، يعني دي قصه نجاح او مشوار نجاح حقيقي لابطالنا كلهم. طيب خليني اعرف من حضرتك الامكانيات والدعم، معلش دي نقط او نقاط مهمه، لان احنا دايما بنتكلم، حتى لما اتكلمنا على اولمبياد طوكيو قلنا حضرتك لما تيجي برضو تحاول تنتقد افهم بس برضو الباك جراوند اللي جاي منه البطل بتاعك والبطل المنافس على سبيل المثال، مش مهم دوله ايه، بس في فرق كان كبير جدا فيما سبق، كمان دلوقتي اصبح الموضوع مختلف، ولكن انا لازم اقارن بناء على امكانياتي وتجهيزاتي ودعمي المادي ودعمي المعنوي وكل شيء. ففي كان فرق، ورغم ده انت بتقدر تحقق بطولات وبطولات كمان وعفوا وميداليات ذهبيه. فلو جينا على بقى اللعب يعني ابطالنا البارالمبيين وقد ايه برضو زي ما حضرتك بتتكلم هم بيحققوا انتصارات على الارض، فالفكره برضو في التجهيز، الدعم، الامكانيات المتوفره، ما ده برضو كله مهم، لان ده بيعكس بعد كده حجم الانتصارات اللي بتتحقق. انا عايز اقول لحضرتك طبعا بالنسبه للدعم والتجهيزات خلينا نتكلم عن محورين. المحور الاولاني هو الدعم الحكومي اللي كان بيقدم عن طريق وزاره الشباب والرياضه، ويمكن زي ما بدات معالي الوزير بصراحه اشرف صبحي كان من الوزراء اللي جم عملوا نقله في الرياضه المصريه. يعني ايه؟ النهارده بقى في تخطيط علمي، بقى في تحليل النتائج، وده ما كانش بيحصل قبل كده. بقى في النهارده بيقعد مع مجالس الادارات، وكل مجلس اداره بيجيب الكاليندر بتاعه وبيشوف ايه البطولات اللي عنده، ايه احتياجاته الماديه على مدى الاربع سنين لحين انتهاء من الدوره البارالمبيه او الدوره الاولمبيه. وبدا يدينا يعني الاحتياجات الماديه دي على شكل يعني اجزاء. احنا بنخلص جزء بيروح جاي لنا الجزء الثاني قبل ما نبدا فيه بيجي لنا. فاصبح ما عندناش مشكله في المشاركات الدوليه، ودي اللي كنا بنعاني منها. انا عندي بطوله الزاميه لازم اشارك فيها وانا بعاني ماديا. فجزء ده توفر، فالجزء ده شال علينا عبء كبير. بالاضافه لكده احنا طبعا المشاركه المجتمعيه الخاصه بشركات الرعايه، وانا سعيد يمكن في السنتين الاخرانيين بدات تتغير الفكره بالنسبه لرعايات المعاقين. احنا يمكن احد الشركات الراعيه في ريو كانت بتدينا من جزء بتاع الرعايه المجتمعيه كجزء من يعني تبرع. لا، النهارده الشركات اللي شغاله معانا والسبونسر شيب اللي موجود معانا وبنعمل من خلاله فاند ريزنج بقى يجي لنا عن طريق ان هو جاي عايز يعمل اعلان، لانه عارف البطل البارالمبي بقى راجل ليه ظهور اعلامي، ليه ضوء بيتسلط عليه. الخطوه دي مش اتاخرت حبتين؟ لان الحقيقه دي مش حاجه جديده، ده من زمان دايما البعثات المصريه البارالمبيه لما بتروح تشارك في اي دوره اولمبيه بيرجعوا وهم مشرفينا، تمام، وعاده بيرجعوا بضعف او باضعاف عدد الميداليات اللي البعثه العاديه او اللعيبه الاسوياء العاديين بيرجعوا بيها. فدي حاجه برضو ملفته للنظر. طبعا عايز اقول لحضرتك على حاجه، فعلا الخطوه متاخره من المؤسسات دي اللي موجوده في المجتمع، بس خلينا نقول ان احنا المجتمع نفسه كانت النظره مختلفه. طبعا النظره مختلفه، كان النظره دلوقتي تحولت من عطف لتشجيع، من عطف لانتظار ان انت هترفع راسي كحتى بارالمبي، انت مشارك في دوره بارالمبيه عشان ترفع علم مصر، عشان ترفع راس مصر. فالوضع اختلف، احنا كنا في وضع وكنا في مكان بقينا في مكان تاني. فده طبعا ان ده اللي يدل عن وعي بدا نتيجه ان اللجنه، احنا كلجنه بارالمبيه برئاسه الدكتوره حياه خطاب بدانا نشتغل على الارض، بدانا نعرف الناس ايه رياضات البارالمبيه، بدانا نعمل ندوات، بدانا نعمل مؤتمرات، بدات البرامج زي حضراتكم تستضيف وتلقي الضوء على الرياضات البارالمبيه وايه هي. كل ده كان ليه دور. الملفت والملفت اكتر ان وزاره الشباب والرياضه بدات تشتغل على المحورين، المحور الاولمبي والمحور البارالمبي. زي ما في مساعد للوزير للرياضات الاولمبيه بقى في مساعد للوزير للرياضات البارالمبيه. كويس. في معاون للوزير في الرياضات الاولمبيه بقى في معاون للوزير في الرياضات البارالمبيه. في لجنه البطل الاولمبي ولجنه البطل البارالمبي. ده كلام محترم جدا. فده طبعا ادانا احنا كمان حافز. طبعا اكيد. اللي بنطلبه بنلاقيه.